السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا لفيديو رقم 24 من الدورة ديال بريباراسيون لي زيكزام ديال لا كونطابيليتي جينيرال. كتذكير فقط لا غير، أسفل الوصف كاينة واحد الدورة ليكسبليكاسيون ديال كاع لي كونط لي عندنا في لو بلون كونطابل. إلا كان عندي أن كونط كينتمي لو بيلون كنشرحو المعنى ديالو وكنصيفطوه في الآخر العام لو بيلون دو كلوتيغ عن طريق لو جورنال لو كرون ليفغ لا بالونس. إذا كان عندي أن كونط ديال لي شارج أو بيان لي برودوي كندير ليه لو جورنال ديالو لو كرون ليفغ لا بالونس ونصيفطو في الآخر العام لو سي بي سي. سي بون، اليوم غنديرو لا سويت ديال لا كوريكسيون ديال واحد ليكسيرسيس كومبلي ديال لا كونطابيليتي جينيرال. بمعنى عندنا واحد لونتربريز عاطيانا لا سيتياسيون فينونسيير ديالها ديال العام اللي فات، صيبنا ليها واحد لو بيلون دو كلوتيغ ديالها، لقينا بان هاد لونتربريز خسرات في الاخر ديال العام. اوتوماتيكمون حنا عارفين بان البيلون دو كلوتيغ ديال العام اللي فات هو لو بيلون دوفيرتور او بيان لو بيلون انيسيال ديال هاد العام الجديد. اوكي سيدي، لقينا ديك الريزولتا بان هاد لونتربريز كانت خاسره. بما انك انت لونتربريز خسرتي العام اللي فات، دونك ديك الريزولتا اللي هي بيرت درنا ليها روبورتيناها. اوكي سيدي، باش نروبورتيوها خاصنا نانيليو ديك الريزولتا ديال العام اللي فات ونروبورتيوها للسنه اللي هي جديده. هادشي كاع كنا شفناه فيديو رقم 1 في لابارتي رقم 1 فيديو رقم 23. سي بون سيدي، دونك او ميم طون خدمنا لو جورنال جوسكا 3 ديال لي زوبيراسيون. قلنا هنا تيكونوا لي دات، ولكن من حنا كنفاسيليتيو علينا كنديرو لوبيراسيون 1 2 3. اوكي سيدي، وصلنا لوبيراسيون رقم 4. اوكي دابا غنديرو التتمه يعني ليكريتور او نيفو دو جورنال. اوكي سيدي، ريغلومون اون اسبيس دون اموند فيسكال، يعني خلصنا واحد البيناليتي واحد الغرامه واحد الخطيه. اوكي سيدي، خلصناها عن طريق فلوس كانت عندنا القيمه ديالها 1200 درهم خرجات عندنا من لو كونت كاس. هذيك الكلمه ديال خرجات من لو كونت كاس يعني هاد لو مونطون د 1200 غنحطوه في الجهه ديال الكريدي ديال لو كونت كاس. اوكي، وشنو خلصنا؟ شنو غنديبيتيو؟ غنديبيتيو هاد لو كونت هذا. اوكي سيدي، كي غنديرو ليها بهاد الطريقه هادي لوبيراسيون رقم 4. قلنا بيناليتي اي اموند فيسكال عن طريق لو كونت كاس. لاحظ معايا غوبور انوفو، هادي واحد الريزولتا جبناها من الفيديو رقم 23. اوكي، يعني اوبليجي الا ما كنتيش افونسي تبع معايا لابارتي رقم 1. اوكي، دونك دابا حنا كنديرو غير التتمه لا سويت. دونك عندنا خلصنا واحد البيناليتي اي اموند فيسكال ها سو كونت ديالها عن طريق واحد الفلوس كانت عندي في الكونت كاس وخرجتها. كنسمع هاد كلمة خرجتها يعني خاصني نحط هاد كاس في الجهة ديال الكريدي ونديبيتي، زعما راه تفكيت منك خلصتك الخطية، غنحطك هنا بيناليتي اموند فيسكال في الجهة ديال الديبي بالمونطون 1200 درهم. 1200 درهم برانسيب ديال لابارتي دوبل. سي بون، موراها لوبيراسيون 5 افي دو ديبي. فيما نسمع افي دو ديبي يعني شنو كنا تنقولوا؟ بان عندي واحد الفلوس في البنكة خرجت منها. اوكي سيدي، فلوسي واحد الفلوس كانت عندي في البنك خرجات، يعني افي دو ديبي البنكة كتكون عندي في الكريدي. عقل معايا، افي دو ديبي البنك كنحطوها في جهة الكريدي ديال الجورنال. سي بون، اوكي، القيمة ديال الفلوس اللي خرجت عندي من البنكة هي 460000، خلصت بها واحد الكوميسيون بونكار. سي بون، نديرو ليكريتور. عندي واحد لاكومي، عندي واحد سيرفيس بونكار خلصو، يعني لا بونك ما خدمناش معاك فابور. راه اي اوبيراسيون فينونسيير كديرها مع البنكة والا كتاخد عليها ارباح، هادوك الارباح كيتسمو دي سيرفيس بونكار. سي بون، دونك انا خلصت لي سيرفيس بونكار اللي عليا، القيمة ديالهم 460000، تفكيت منهم غنحطهم في الجهة ديال الديبي وليت كنملكهم. حتاش خلصتهم؟ عن طريق واحد الفلوس كانت عندي في البنكة وخرجات. عاوتاني سمعت كلمة خرجات، يعني شنو؟ غنحطها في الجهة ديال الكريدي. سي بون، ها لو مونطون 460، سي نورمال، ما غنبقاش نقول هاد لي ريفيرونس، ضروري خاص تكتب هاد لي ريفيرونس، ملي كنجيبوهم ها هما. نعطيك غير إكزومبل واحد، وأنت دابا غتعرف، ها هو أفي دي بي نيميرو رقم 10، درنا أفي دي بي وغنديرو هنا نيميرو رقم 10. حيت ممكن انك ملي غتوصل واحد النيفو ان شاء الله ما تبقاش تشوف لي هاد لي زوبيراسيون غيدوخو كاملين،
تولي تعرف تقرا لو جورنال غير من الشوفه ديالو. هنا مثلا عندي تكتيبي وعندي كاس، يعني خلصت واحد الخطيه، خلصت واحد الغرامه بهذا لو مونطون 1200 درهم، فلوسي خرجتها عن طريق لاكاس. عاوتاني هنا خلصت دي سيرفيس بونكير عن طريق فلوس كانت عندي وخرجت من البنكة، سي بون. عاوتاني هنا شنو بلا ما نمشيو نشوفو لابخاص، ديجا عندي واحد الفورنيسور كان كيتسالني خلصتو تفكيت منه، سير الله يعاونك غنحطو في جهة ديبي وليت كنملكك، سي بون. اوكي سيدي، عن طريق شنو؟ فلوس كانت عندي في لاكاس وخرجت. لاحظتي احنا قرينا لو جورنال باقي ما شفناش لوبيراسيون رقم 6. نشوفوا دابا لوبيراسيون رقم 6 سيدي، يلا ها هي ريغلومون. احنا خلصنا اونست بيس صافي. شنو خلصنا؟ خلصنا ديت فورنيسور، فورنيسور كان كيتسني سلعه جات واحد الوقيته خلصتو فيها، سي بون تفكيت منه عن طريق شيك بونكير رقم 148. غنشوفوا بدا غنلقاو شيك بونكير رقم 148، سي بون. لوبيراسيون رقم 7، نشوفوا لوبيراسيون رقم 7، ريسبسيون دان شيك بونكير، يعني اوكي، يعني ريسبسيون دان شيك بونكير، يعني فلوس دخلت عندي البنكة، سي بون. دان كليون كونسيديري كان كيسحاب ليا او حسبناه، يعني ديجا محسوب انه انسولبابل في ليكسيرسيس بريسيدون، يعني واحد لو كليون اللي اعتبرته العام اللي فات اللي هو 2019 بالنسبة لليكسيرسيس كنا عوالين يخلصنا العام اللي فات، ولكن دازت 2019 كاملة حتى الاخر ديال العام ولقينا باقي ما خلصناش. دخلات 2020 عاد عطانا الفلوس اللي كنا كنتسالوه، وحنا كنا معتبرينو كونسيديري انه صافر ما يخلصنيش انسولبابل، سي بون. شويه بحال هداه الله وخلصني العام الجاي، ما غناخدش ليه فلوسو مرحبا بهم، دونك غادي نعتبرو بانه خلصني روطار. اوكي اوكي، القيمه ديالها 46000 درهم. شو كي درنا ليها؟ فينك سيدي؟ ها هي فلوسي دخلتني في البنكه انطلاقا من واحد السيد اللي كان اعتبرته بانه ما كانش غيخلصني كاع، شويه هداه الله وخلصني في 2020، سي بون. غونتري فلوس دخلات سور كريونس، واحد الكريد، واحد الحاجه كانت سالها اللي ديجا سولديتها انوليتها العام اللي فات. بما ان العام اللي فات داز وما خلصنيش، يعني ديك فلوسو واصافي انوليتها سولديت داك لو كونت، شويه هداه الله وخلصني. بما انه خلصني كنكتب هاد لو كونت غونتري سور كريون سولدي صافي، ما بقاش عندي مشكل فيها. 46000 كيف ما تعودنا غير في لاباج ديالي انا، مي كتسالي لاباج كندير غوبورتي ها لو مونطون، يعني كان عندي هذا كنزيد عليه التوتال كامل تلقى هاد لو مونطون. نفس الطريقه خاصني نلقى نفس لو مونطون بالنسبه للكريدي. انت الورقه ديالك باقي ما سالاتش، ما ديرش بحالي، تسالي ورقتك وغدير التوتال داكشي اللي عندك في الورقه غوبورتي وتحسب التوتال ديالك، سي بون. هادشي ضروري خاصك ديرو نهار ليكزامان. اوكي دونك شنو قلنا؟ لوبيراسيون رقم 7 حيدنا علينا، واخا سيدي. دابا رقم 8، شنو بان لك دابا هنا؟ افي شنو دوك خيري، يعني شنو قلنا؟ البنكه فين غتكون؟ فين غتكون؟ غتكون في الديبي. سمعنا افي دو كريدي يعني البنكه راها في الديبي، سي بون. دو لا بون كونسيرني دي غان دو شونج، نشوفوها. عندي البنكه فلوسي دخلات في الديبي عن طريق غان دو شونج، مي غتدخل هاد الدوره في تحت الوصف غتلقى واحد ليكسبليكاسيون بلون كونطابل، غتلقاني شارح لك هاد غان دو شونج بليكريتور ديالها بالمعنى ديالها وشنو كتعني حتى البيغ دو شونج، سي بون. هاد الغان دو شونج هادي سا دوموند دي طون باش نشرحها لك، باش نديرو كاع لو جورنال ياخدنا وقت، سي بون. دخل الفيديو ها هو كاين لتحت ودخل وغتلقى غان دو شونج فيديو بوحدي، سي بون. دونك شنو عندنا؟ لوبيراسيون رقم 9، ها سيدي فينا لوبيراسيون رقم 9؟ غوتخي د لا بونك، فلوس خرجتها من البنكة باش ناليمونتيها باش نحطها في لاكاس عندي، يعني البنكة في الكريدي ولاكاس في الديبي. نمشي نشوفوها بلو مونطون 18000، نشوفو 18000 فينا هي سيدي؟ فينا هي؟ ها هي لاكاس عندي هنا والبنكة، خرجت منها فلوس يعني في جهة الكريدي باش نحطها في الكاس عندي بلو مونطون 18000، سي بون. ها البياس جوستيفيكاتيف ديال 53، سي بون اسيدي. لوبيراسيون رقم 10، عندي اسكونت اوبتوني دان فورنيسور فاكتور رقم 65. شنو هو الاسكونت؟ الاسكونت عباره عن واحد التخفيض مالي، كاين تخفيضات اللي هي كوميرسيال
غابي غوميز غيسون وعندنا واحد التخفيض اللي هو فينونسي على شكل ليسكونت سي بون هادشي غنشرحوه بلي ديتاي ملي غنوصلوا لا فاكتوراسيون ليسكونت يعني ملي كنشري سلعه من الفورنيسور هذاك الفورنيسور حيت انا شريت من عنده باغ اكزومبل او كونطون يعني ما درتش معاه اكريدي يعني باع ليا واحد السلعه واحد البرودوي واحد المارشانديز وخلصو سير بلاص ما درتش معاه اكريدي حيت هو بغى يشجعني ويكسبني باش نعاود نشري منه لا بروشين فوا كيعطيني واحد الحافز انني نبقى نشري من عنده هذاك الحافز على شكل واحد تخفيض مالي تقول لي بما انك انت كتشري مني السلعه اللي هي لو مونطون كبير وخلصتيني فيها سور بلاص دونك ما خاصنيش نفرط فيك يعني خاصني نعطيك واحد التخفيض واحد ليسكونت ونقص لك من داك لو مونطون ديال الشراء اللي كنتي غتشري سي بون هاد ليسكونت كيتسمى اسكونت اوبتوني يعني انا هو الكليون اللي استافدت وخديت اوبتوني سي بون انا اللي خديت هذاك الحافز هذاك التخفيض اللي عطاه لي الفورنيسور الى لقيت اسكونت اكوردي يعني انا هو الفورنيسور ووافقت واكورديت باش نعطي تخفيض للكليان ديالي فاهمين فاهمين دونك اسكونت اوبتوني دان فورنيسور انا اللي استافدت من واحد الاسكونت اوبتوني نشوفوها اسكوبيراسيون رقم 10 فينا هي ها هي دونك هاد الفورنيسور نورمالمون علاش كتبنا اسكونت اوبتوني هنا نورمالمون الفورنيسور كنا غنخلصو واحد لو مونطون نعطيك كبير كسبيل المثال كنا غنعطيو نخلصو لو مونطون الفورنيسور واحد 10560 درهم 10560 درهم اللي غنخلصو بها الفورنيسور ديالنا الفورنيسور قال لي بلا ما تعطيني 10560 عطيني غير 10000 درهم وهذيك ال 560 سمحت لك فيها اعتبرك اسي الكليان بحال اللي خلصتيني فيها صافي درت لك واحد التخفيض مالي اسكونت اوبتوني دونك هاد ال 560 غنحطوها بالجديبي بان الفورنيسور صافي راه بحال اللي خلصتك حيت هو سمح لي فيها علاش كتخفيض اعتبرك بحال اللي خلصتك عن طريق شنو عن طريق واحد الحاجه اللي هي تخفيض انا استفدت منه اللي هي 560 وعقل معايا ليسكونت اكوردي كيكون هنا اما ليسكونت اوبتوني كيكون عندي في الجهه الكريدي وشرحت لك علاش كيكون في جهه الكريدي سي بون لا فاكتور ديالها لوبيراسيون رقم 11 عندي اشاد مارشونديز شوف اشاد مارشونديز القيمه ديالها 50000 درهم كيفاش تخلصنا هاد 50000 درهم 24000 درهم خلصنا عن طريق البنكه عطيناها للفورنيسور ديالنا خلصناه عن طريق شيك بونكير 16000 درهم عطينا عليه لي بي اون كاس سي بون اون اسبيس والباقيه اكريدي شو كي غنتعاملوا معها لوبيراسيون رقم 11 شوف كي غنديروا ليها ها لوبيراسيون رقم 11 القيمه ديال السلعه كامله ب 50000 درهم يعني راه ولينا كنملكوها شريناوها نحطوها في الجهه ديال الديب عن طريق شنو فلوس خرجت لي هي القيمه ديالها 24000 درهم من البنك ديالنا 16000 درهم خرجناها من الكاس ديالنا و 10000 درهم بقى كيتسالها لنا الفورنيسور ديالنا صافي ساله هادي عاوتاني طوطال كامل هاد لو مونطون اللي خرج لي انا ما يكونش خرج لك انت غندير لي غوبورتي حيت لاباج ديالي سالات انت الصفحه ديالك شوف واش سالات ولا باقا طويله صافي نشوفوا رقم لوبيراسيون رقم 12 فينا هي لوبيراسيون رقم 12 اونكاسمون يعني شنو هي اونكاسمون فلوس دخلات لعندي اوكي اما دخلات عندي لا كاس او بيان لا بونك اما الا سمعت دي كاسمو يعني فلوس خرجتها اما من البنكة اما من لا كاس هادي اون كاسمو مرحبا بها فلوس داخله عندي اون كاسمو ديال واحد لا كوميسيون اون اسبيس القيمه ديالها 32600 هاكي غنديروا ليها يعني الفلوس دخلات عندي لا كاس واش ما نحطهاش في الديبي راه بيان سيو وليت كنملكها فلوس دارت لونتري فين سمع لونتري ديال شي حاجه راها في الديبي شي حاجه كنملكها سي بون سي بون عن طريق شنو واحد لا كوميسيون اللي هي بسببها انني داك الفلوس دخلوا عندي في لاكيس ديالي هذيك لا كوميسيون مثلا واحد لونتربريز باغا تبيع واحد انا حتى انا عندي شركه مثلا كنعرف واحد لونتربريز باغا تبيع واحد البرودوي بواحد لا كونتيتي كبيره بواحد لو مونطون لي كبير كتقلب على لو كليون انا جبت ليها الكليان عطاتني لا كوميسيون ديالي سي بون واش غنجيب ليها كليان فابور شوف لونتربريز انا دبرت في الكليان وعطيني لا كوميسيون ديالي
C'est bon, il y a des commissions et courtages reçus. Ok, Sidi, c'est bon. L'opération à la compte de tâche. Attends, on a de l'opération à la compte de tâche. Versement. Il y a une flouse d'yéli, un versé de ça. Bimène, une flouse qui est en espèce, la caisse, chrcham la caisse, au sef tchafin, compte bancaire. Il y a une hayit flouse, mais la caisse, attends, le compte bancaire. Peut-être qu'il y a l'entrée de la banque, il y a une la banque, il y a un débit. À ce moment-là, فينا هي ها هي لا بونك في الديب فلوس دخلات عندي في البنكه البنكه انطلاقا من فلوس كانت عندي في لاكيس وخرجتها باش حطيتها في البنكه 10000 لوبيراسيون رقم 14 فينا هي افي دو ديبي باقي عاقلين افي دو ديبي يعني البنكه شو دابا فين كاينه كاينه في الكريدي اوكي سيدي نشوفوها ها هي صافي ما بقاش عندنا هذا المشكل دابا حاليا على ريفيرونس اوكي سيدي يلا عطينا فينا هي افي دي بي ديال لا بون كونسيرنون كتعلق بواحد الغومبورسمون دون فراكسيون دونبرينت سي بون لانتيري 1200 درهم بمعنى شنو فهمتي يعني فلوسي خرجتها من البنكة باش نسدد واحد القرض واحد النسبة دابا عندي ان كريدي من لا بون هذاك المونطون ديال لا بون خلصت منه واحد النسبة ما بقيتش كنتسناهم يقطعوا لي كل شهر جمعت واحد البركه الفلوس مشيت للبنكه قلت لهم شحال كتسالوني كتسالوني انت سيدي 100000 درهم هاك اخويا واحد 20000 درهم اخويا حيدها لي من الكريدي اللي نتوما كتسالوها لي رومبورسيت واحد الفراكسيون واحد الجزء من الكريدي كامل الكريدي كامل هو مثلا 100000 درهم عطيتهم انا غير واحد الفراكسيون غير واحد 10000 درهم حيدتها لي من لو مونطون الكريدي كامل سي بون سي بون لي زانتيري حتى هما حيدتهم اللي هما القيمه 1200 درهم توتال ديالهم جوج يعني هذاك البخاكسيون دونبرين زائد 1200 توتال ديالهم 21200 يعني شنو 20000 هو ديك هي ديك البخاكسيون دونبرين اللي عطيتها باش ينقصوا ليا من لو مونطون ديال الكريدي صبقتها ليهم حيدتها عندي من البنكه وعطيتها ليهم هما سي بون زائد 1200 درهم على انتيري حتى هي حيدتها من البنك وعطيتها لهم سي بون سي بون اجي نشوفوا رقم 14 ها هي امبرينت او بري دي زيتابليسمون دو كريدي واحد القرض خديناه من المؤسسه ديال القروض سي بون عطيناها واحد الفراكسيون القيمه ديالها 20000 عطيناها عاوتاني واحد لي زانتيري لي زونبرينت القيمه ديالهم 1200 توتال اللي عطيناها كامل هو 21200 خرجناها من البنكة باش نخلصو ونحيدو عنا نتفكو من هاد لومبرينت هاد عطا ولي زانتيري دي زومبرينت سي بون سي بون لوبيراسيون رقم 15 فينايا اسكونت اكوردي ها هو دابا خاص تكون بازي دابا اسكونت اكوردي يعني شنو انا هو الفورنيسور وافقت اكورديت ان داك الكليان ديالي نعطيه واحد التخفيض مالي علاش لان داك لو كليون خلصني كاش سور بلاص والسيتي خلصني في السلعه اي كنقول له هكا السلعه هكا سلعتك تيخلصني سور بلاص ما نديرش معاه زوين نعطيه واحد لي سكونت اكوردي سي بون اوكي سيدي القيمه ديالو 640000 وشوف دابا العكس ديال الاخر هذا سكونت فينا هي سيدي الله يهديك لي سكونت ياك الاخر اسكونت اوبتوني كانت عندي هنا اما انا اللي عطيت هادو اكورديت يعني اكورديت هاد لي سكونت اكوردي كيكون في الديبي وعقل لي الله يجازيك بخير راه سي سون دي بياج هادو راه الا غلطتي غير في شي حاجه في لو جورنال مشى لكلشي دونك لو مونطون 640 640 سي بون والكليون ها هو صافي دابا عطينا هاد لي سكونت اوكي سيدي دونك شنو دابا وصلنا لوبيراسيون رقم 16 فينا هي بيمون يعني بيمون اون اسبيس بيمون يعني خلصت شي حاجه عن طريق فلوسي كانوا في لاكيس شنو هي الحاجه اللي خلصتها كيتونس ديليكتريسيتي ما غاتكتبش ليا هاد الجمله هادي في جورنال راه عندها واحد لو كونط معروف كاين في لو بلان كونطاب وديما تنقولوا حنا في الدوره ديالنا سي بون ريباراسيون ديال كاميونات يعني صلحنا واحد الكاميون عندنا في لونتربريز جبنا معلم وخلصنا باش يصلحوا لينا كان خاسر اونوغيغ دان افوكا المحامي ديال الشركه ديالنا عطيناه واحد اونوغيغ عطيناه واحد فلوس على شكل شاد اونوغ العربيه اونوغيغ يعني بحال الخلاص ديالو سي بون الخلاص ديال المحامي
اوكي سيدي خلصنا المحامي ديالنا اوكي لا تاكس اوربان واحد الضريبه خلصناها هادو عندهم دي كونط لو بلان كونطابل ما تكتبش ليا هادشي سي بون دونك هادو راه كاملين بما انني انا خلصتهم يعني غيكونوا كاملين في الديبي و لو كونط كاس هو اللي خرجنا منه من الفلوس باش نخلصوا هادشي صافي سير على الله لوبيراسيون رقم 16 فينا هي اودي الله يهديك فينا هي ها هي صافي ها هما هادي اشا دو فورنيتور نون ستوكاب هي خلصنا الموضوع اونتروتيان اي ريباراسيون صلحنا الكاميو ديالنا اونوغير عطينا الاتعاب الاتعاب ديال المحامي غتفكرناها لا تاكس اوربان هي خلصنا واحد الضريبه سي بون سي بون ها هما كاملين في الديبي ها لو مونطون توتال ديالهم كنحطو خرجناه من البنكة وقيلا جو بونس لاكيس انا بنت ليا لاكيس لاكيس سمحوا لي لاكيس لاكيس سي بون صافي اوكي سيدي دابا لوبيراسيون رقم 17 فين هي ريكوفرمون دون كريونس يعني انا تحصلت على واحد الكريونس كليون اون اسبيس واحد كليان كنت بعت ليه سلعه وخلصني فيها عطاني واحد بعت ليه سلعه اكريدي وكيعطيني دي شيونس سي بون كيعطيني واحد طريطات واحد طريف طريف تيخلصني السلعه خديت واحد الجزء من ديك لو مونطون اللي انا كنتسالو الكليان ريكوفرمون انا اللي خديته اون اسبيس صافي يعني فلوس دخلت عندي في الكاس عن طريق واحد الكريونس كليون القيمه ديال 13000 درهم سي بون لوبيراسيون رقم 17 ها هي الفلوس دخلت عندي في لاكيس عن طريق لو كليون سي بون رقم 18 اكيزيسيون دون ماشين اندستريال يعني شريت واحد الماتيريال واحد الماتيريال يعني تيكون في الجهه ديال لاكتيف سي بون كنحتاجوه في الموديفيكاسيون اللي غنوصلوا البيلون دو كلوتور سي بون الناس اللي متبعين معايا الدوره راه عارفين هادشي كامل دونك ديجا كان عندي ماتيريال في الاول في لاكتيف ايموبيليزي بيلون انيسيال بوندون لاني 2020 شريت ماتيريال واحد اخر سي بون يعني لو مونطون غيتموديفي اللي كان في الانيسيال غيتموديفي في بيلون دو كلوتور سي بون 60000 درهم باغ شيك بونكير لو غيست اكريدي دو 3 مو يعني شوف معايا عندي اكيزيسيون ماشين القيمه ديالها 90000 درهم 60000 درهم خلصناها بالبنكة والباقية سير 3 مو شوف واحد اللقطة ها هي ماتيريال اوتياج سي بون لا بنك وعندي ديت سير اكيزيسيون ديموبيليزاسيون شنو هو الفرق ما بين ديت سير اكيزيسيون ديموبيليزاسيون وفورنيسور ديموبيليزاسيون يلا جاوبني الفرق بيناتهم هي ديك لا ديوري ركز معايا راه ما كتبولكش هادي غير هكاك ما كتبولكش هكاك راه بياج عطاوك ثلاثة يعني لا ديوري قل من ان مو ولكن انت شنو كتشري كنشري لاكتيف ايموبيليزي اللي كنخدم به اكثر من عام يعني عندي واحد القرض غادي نسدو الا كان داك القرض اللي شريت به واحد الماتيريال دو ترونسبور مثلا ولا ديوري ديالو ما غنردو ابري ان مو دونك فورنيسور دي موبيليزاسيون الا كانت لا ديوري قل من ان مو دونك شنو قلنا عندنا اون ديت سي بون سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون الا خدينا كريدي من البنك اون برينت دونك عندي اون برينت دي زيتابليسمون دو كريدي صافي واضحه الامور عندك دونك لا ديفيرونس بيناتهم هي لا ديوري اوكي سيدي لوبيراسيون رقم 19 افي دو كريدي يعني شنو لا بنك في الديبي فلوس داخله عندي في الديبي كونسيرنو دي زانتيغي كريديتور يعني انت شوف معايا فينا هي سيدي الله يهديك فينا هي ها هي لا بنك عندنا دي زانتيغي اي برودوي اسيميلي بمعنى انا اونتربريز مبلوكي فلوسي في البنكه وكناخد عليهم الفوائد في الاخر ديال العام يعني فلوسي انا مبلوكيها في البنكه راه اوتوماتيكمون ما عنديش الحق نسحبهم ابري واحد الكونطرا واحد لا دوري دايرها مع لا بنك ابري 2 زون 3 زون عاد ناخذ الفلوس اللي انا مبلوكيها عندهم هاد لا بنك راه كتستافد من الفلوس اللي انا مبلوكيها ما عنديش الحق نسحبها دونك بما انها هي كتستافدات منها وروجاتها دونك كتعطيني فوائد عليها سي بون هادوك لي زانتيري اللي كناخذهم كيدخلوا عندي لا بنك اللي هما القيمه ديالهم 1480 سي بون لوبيراسيون رقم 20 هي الخرابيه ولكن راه باقي عندك واحد الخطوه
خاصك ديرها. هذه هي البيج اللي كيطيحوا فيها اغلبيه ديال الناس. سي بون نقراو هذه بلا ما نقراوها باش نبان لك هنا. خلص بيرسونيل ديالي خدامين عندي في الشركه، ناس خدامين موظفين عندي في الشركه ما نخلصهمش، خاصني نخلصهم. اوكي القيمه الخلاص ديالهم هو 68000 عن طريق شنو؟ عن طريق لا بونك. يعني صيفط لهم انفيرمون بونكير كل واحد في الكون ديالو الخلصه ديالو الماندا ديالو. سي بون سي بون اجي نقراو حنا كاع سيدي كاع بايمون باغ شيك بونكير صافي خلصناهم. شنو خلصنا؟ خلصنا دي سالير ديال لي زومبلوي ديالنا، الناس اللي خدامين عندنا. امبلوي هي شي واحد خدام عندي في الشركه، امبلويور يعني انا هو اللي مخدم داك السيد، امبلوي هو الاجير داك السيد اللي خدام عندي في لونتربريز. سي بون سي بون دونك فين وصلنا؟ لو مونطون 68000 ها هي صافي. اوكي سيدي اوكي غنساليو ياك هادي لوبيراسيون رقم 20. لا راه مازال عندك اهم خطوه عندك في لو جورنال. شنو هي؟ واش ما لاحظتيش بان عندي في المعلومه الاخرانيه تيقول لي عندي واحد لو ستوك فينال ديال المارشانديز القيمه ديالو 1,120,000 درهم؟ يعني قال لك في الاخر 2020 البقى عندك كستوك اخير فينال ديال السلعه المارشانديز القيمه ديالو 1,120,000. اوتوماتيكمون بما اني يعني عندي ان ستوك فينال يعني راه ضروري خاصو يكون عندي ان ستوك انيسيال باش بديت نهار الاول ديال العام. هذا متعلق ب 31/12 بيلون دو كلوتور، وقلنا هاد البيلون دو كلوتور ديال 2019 هو البيلون انيسيال ديال 2020. سي بون 2020 دونك هذا سي ان ستوك انيسيال ديال 2020 وهذا سي ان ستوك فينال ديال 2019. بما انهم عطاوني ان ستوك فينال ديال 2020 اللي هو 1,120,000 دونك خاصني ندير لا فارياسيون دو ستوك، نانيولي هاد لو ستوك انيسيال ونكونستاتي هاد لو ستوك فينال. كيفاش كنديروا ليها؟ شرحتها فيديو خاص، هبط ليا لتحت الوصف غتلقى اكسبليكاسيون دي كون دو بلان كونطابل وغتشوف لا فارياسيون دو ستوك ديال المارشانديز وحتى د الماتيير برومير وحتى هاد لي برودوي فيني. الفيلم هو انك غير تهبط وتدخل تفرج في الفيديو صافي، هادشي اللي عندك. سي بون سي بون نشرحوها ما فيها باس بسيطه بسيطه. دونك فارياسيون دو ستوك دو ماتيير مارشانديز، عندي ان ستوك انت شوف معايا، عندي ان ستوك انيسيال فينا هي هي 1,240,000 صافي. انا غنانيولي لو ستوك انيسيال في 31/12/2020 سي بون، يعني حتى الاخر ديال العام عاد كانانيولو. هبط لي الله يجزيك بخير وتفرج ديك الفيديو راه غيفيدك بزاف. دونك ها المارشانديز القيمه ديالها 1,240,000 اللي كانت عندي في البدايه ديال العام ستوك انيسيال غنانيوليها. سي بون حيدتها بما انني خرجتها وانيوليتها، يعني غنحطها في جهه الكريدي وغنديبيتي غنعوضها بهاد لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. هذا هو لو كونت اللي كيمكنني في لا كونطابيليتي انني انيولي واحد لو ستوك انيسيال دو مارشانديز باش نكونستاتيه ونخرجو زعما في الاخر. شوف معايا هاد المارشانديز كانت عندي، هذا ستوك دو مارشانديز انيسيال كان عندي في كريدي سي بون، انا غادي انيوليه وغادي نعوضو ونحطو في الجهه ديال البيب. كان عندي في الكريدي انيوليتي انيوليتو باش نكونستاتي نحطو في الجهه ديال الديبي. تنقصد بها بان في الاخر ديال 2020 راه ولا عندي ان ستوك فينال كنملكو كنديبيتي راه الداخل عندي في لونتربريز اللي القيمه ديالو 1,120,000 ريال 120,000 درهم. سي بون وهاد لو ستوك هذا اللي هو كان انيسيال انا انيوليتو حطيتو في الكريدي عن طريق هاد لو كونت. بما انني درت لهم لا كونت باساسيون يعني هذا جبتو لهنايا اوتوماتيكمون هذا اللي كان عندي في الديبي غنردو في الكريدي وغادي نكتب هاد كونستاتاسيون دو ستوك فينال وهادي انيولاسيون دو ستوك فينال ا كونديسيون دابا عاد نقدر نقول لك ساليتي لو جورنال. اهم حاجه مساله كاينه تحسب لي التوتال ديال كامل
شوف شحال من ورقة خرجت لك في هاد لو جورنال وحسب ليهم التوتال كامل، خاصك تلقى هاد لو مونطون هذا. دونك كان معكم أمين، إلى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.